في إطار ثوابت مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، شهدت مرافعة مصر التاريخية السابقة أمام محكمة العدل الدولية شهدت إشادات لإدانة القاهرة للممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي. وكانت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى ترافعت أمام محكمة العدل الدولية في 21 من فبراير الماضي، مشددة خلال كلمتها على ضرورة وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية.